الله الرحمن الرحيم. اولا الرحمه للشهداء والشفاء للجرحى. مبادرتنا عباره عن فريق تطوعي حقوقي واعلامي، يعني مجموعه من الحقوقيين والاعلاميين. بدات في طبعا بدات عند بدء الاعتقالات بشكل عام، لكن تم يعني تشكيل الفريق في ابريل 2016. كان عباره عن فريق محامين واعلامي. اخذنا على عاتقنا متابعه المعتقلين التي اعتقلهم عدد جهات في داخل عدن، والمخفين قسريا الذي لا يعلم اماكن اعتقالهم. اهم الصعوبات اللي واجهتنا في البدايه هي ايجاد فريق قادر او اشخاص قادرين على العمل في ظل هذه الظروف الصعبه التي تعانيها عدن. تعدد جهات الاعتقال اضافه الى تعدد اماكن الاعتقال يجعل العمل صعب جدا، اضافه الى الخطوره الامنيه والخطوره على الشخص نفسه الذي يقوم بالمتابعه. كفريق تعرضنا لعده صعوبات، منها عدم التمويل، نقص التدريب، لكن لم نيأس يعني، ولكن بدأنا للعمل واكتشفنا الاخطاء وتلافينا الاخطاء. حاليا فريق يعنى يعني بشؤون المعتقلين والمخفيين قسريا في محافظه عدن، ونطمح الى ان يعني نمتدي الى لحج وابين، لكن بسبب الظروف الامنيه صعب التنقلات لنا كفريق. طبعا نواجه نحن عده جهات الامن وغير الامن، مجموعات مسلحه، واحيانا تكون اصحاب سجون خاصه يعني يسجنوا الاشخاص بشكل غير قانوني في اطار خارج القانون. نحن كفريق قانوني كنا في البدايه نتوجه للاجهزه الامنيه، كان الاخفاء عن طريق الاجهزه الامنيه، لكن اكتشفنا ان في بعض الجهات او الميليشيات لديها السلاح بعد الحرب، بعد ما انتهت الحرب لا زال السلاح موجود، وبعض افراد من الذين شاركوا في الحرب كونوا عده مجموعات بحيث انه يكون للضغط على الحكومه لإعطاهم وظيفة أو لدمجهم في الجيش. فهذه الميليشيات لديها السلاح ولديها الأماكن التي تسيطر عليها. فتعدد جهات الاعتقال إضافة إلى تعدد جهات الأمنية وتعدد جهات الاعتقال الغير أمنية من ميليشيات ومن جهات أمنية. كنا نتابع الطرفين، في سجون تابعة للميليشيات وفي سجون تابعة للأمن. كنا نتابع في الجهات الرسمية وبنفس الوقت نتابع في الجهات غير الرسمية. كالإحصائيات بشكل عام كعدد دقيق لا يمكن لنا ان يعني ان نحصي عدد دقيقه بشكل مضبوط، لانه الاهالي بعض الاهالي خايفين من قيد ابنائهم لدينا ورصدهم، ناهيك عن عدم قدرتنا على دخول بعض السجون لاحصاء المعتقلين في هذه السجون. لكن نعطي مثال تقريبي في سجن المنصوره المركزي، تقريبا ما يقارب 450 معتقل في سجن المنصورة المركزي الذي يشرف عليه الحزام الأمني، ولا يتم إطلاق سراح شخص إلا بتعليمات من القوى الإماراتية المتواجدة في عدن. عدد تقريبي للمعتقلين بكل سجون عدن يعني تقريبا في اعتقادي أنه ما يقارب 1200 شخص معتقل ما بين معتقل ومخفي قسريا. المخفي قسريا اللي قدرنا نحصي عددهم أو نرصدهم ما يقارب 15 شخص. بالنسبة للأعداد اللي تم رصدها من قبل الفريق وتمكننا من رصدهم وأخذ بياناتهم وعناوينهم وتواصل وأرقام للتواصل، ما يقارب 150 معتقل ومخفي قسريا. المعتقلين ما يقارب 135 شخص، المخفين قسريا 15 شخص. الإفراج بشكل عام يتم في غياب الفريق أساسا، لكن نحن نتابع ونقوم بالإفراج، بالذات الإفراج عن الأشخاص الذين لا يمثلون خطورة على المجتمع من يعني قضاياهم قضايا جنائية بسيطة يعني عادية، أو يكون للاشتباه من أبناء الشمال يعني. استطعنا نفرج عن عدد لا بأس به يعني ما يقارب 20 شخص ما بين من أبناء الجنوب ومن أبناء الشمال.
كل حالات الاعتقال بدون استثناء تعتبر من الحالات الصعبة جدا، يعني شخص يقيد حريته للاشتباه، فقط للاشتباه يقيد حريته، إما أن أحتك بشخص منتمي للقاعدة، أو صودف أن جلس في مكان شخص من أشخاص القاعدة الموجودين، يعني للاشتباه يعتقل الشخص. نحن لا ننكر أن بوجود منتمي للقاعدة في السجون، لكن نحن نتحدث عن تطبيق القانون لهم، تطبيق العدالة أو القواعد القانونية على هذين المنتمين للقاعدة. لكن الأشخاص المشتبه فيه حقق عمل وطرق سراحه، لكن للأسف الشديد هذا الأمر يأخذ فترة طويلة جدا جدا جدا. حالات كثيرة لم نستطع الإفراج عنها بسبب أن الجانب أولا من جانب الميليشيا أنه صعب تفرق عن شخص لم يتم التحري عنه، فهم ينتظروا إلى أن يتحري عنه أو شخص يضمنه. هنا كنا نعاني معاناة شديدة، ما قدرناش يعني نفرق عن أشخاص كثير، يعني عدد الأصابع. لكن الجهات الأمنية حالات الإفراج ما تتمش إلا عن طريق اللي إذا كان مسجون في سجون التابعة للحزام الأمني، لا يتم الإفراج إلا عن طريق القوة الإماراتية المتواجدة في عدن. أما بالنسبة للسجون الأخرى الرسمية، نحن نتكلم عن السجون الرسمية، فلا يتم الإفراج إلا عن طريق مدير الأمن. هذه الحالات يعني بعض الحالات فشلنا فشل تام، يعني إما أن يكون اعتقل بسبب وجاهة لأشخاص يعني أو على ذمة قضية لشخص متنفذ، يعني كان الخوف من أنه يخرج ويتم قتله يعني الشخص هذا، يعني فالأمن يتحفظ عليه مؤقتا إلى أن تهدأ الأمور، بحيث أنه يتم الإفراج بظروف ما تهدد حياة المعتقل. في بداية حملة الاعتقالات كانت الوتيرة مرتفعة، يوصل إلى يعني أعداد إلى يعني أعداد كثيرة كثيرة جدا جدا يعني في أما الآن الوتيرة خفت إلى أنها متواجدة، يعني بدأت المداهمات الليلية على النساء في البيوت هذه، فهذه أمر مرفوض في عدن بشكل كامل، يعني حتى إن كانت لأشخاص خطيرين جدا، لكن الاقتحام المنازل على النساء فهذا أمر مرفوض سواء من الأمن أو من الميليشيات أو من أي شخص. بالذات الوتيرة انخفضت حاليا بشكل كبير لأن الناس تنبهت لهذه المسألة. حاجة مهمة أنه الناس وعت أنه في خطورة على المجتمع، فبدأت تبلغ عن الأشخاص المشتبه فيهم. وتيرة الاعتقالات خفت بشكل كبير، لكن لازالت مستمرة بالاعتقال، يعني لازال الاعتقال مستمر. أهم سبب الأمن أعطى سبب أساسي اللي هو الاشتباه بالانتماء للقاعدة، الخوف من هذول الأشخاص اللي يعتبروا قنابل موقوتة في أجسامهم لقتل الناس، هذا هو الخوف اللي غدى المداهمات والاعتقالات. الفئة المستهدفة هي فئة الشباب المنتمين للقاعدة، غير الأمور هذه فكان عبارة عن قضايا جنائية عادية يعني قانونية. الاحتجاز يتم للأشخاص ويتم تفرقتهم تفرقة بينهم في السجون، المشتبهين بالقاعدة في عنابر خاصة والقضايا الجنائية في عنابر خاصة، لكن الفئات المستهدفة هي فئة الشباب بشكل عام، يعني من سن 20 إلى سن 40 سنة أو 35 سنة. هذه أهم الفئات اللي تستهدف بالاعتقال. نحن نعذر الأمن في هذا الأمر، لأن الشخص اللي يكون مشتبه فيه نحاول نحبسه بشكل الأمن، يعني يحبسه بشكل يتحرى عنه هل هو قادر يعني قادر أن يخرج يسبب مشاكل أمنية في المحافظة، هذا ممكن نتحفظ عنه. لكن الأشخاص اللي يكونوا ليس لهم دخل في هذه الأمور فنطالب بالإفراج عنهم. نحن شعارنا العدالة للسجناء، الحرية للأبرياء. حاليا لا يوجد معتقلات من النساء، لا توجد في السجون الرسميه،
معتقلين من النساء، لكن أعتقد أنه البعض قليل جدا من سجينات في قضايا جنائية ليس لها علاقة بالإرهاب. حاليا القضاء واقف، قضاء شبه عاجز، بحيث أن القانون معطل. طبعا نحن لازلنا نشتغل في ظل القانون دولة الوحدة، وهذا يعني لا زال ساري في المفعول، رغم أن الوحدة انتهت بشكل تام يعني، لكن القوانين لا زالت سارية ونعمل فيها. الآن حاليا القضاء معطل، لكن القضايا الحوار الشخصية والمستعجلة هي فقط اللي تنظر، القضايا الإدارية المستعجلة هي فقط اللي تنظر. يعني قاضيين في المحكمة الإدارية، القاضي خليل والقاضي انجريد، هم فقط اللي يعملوا في المحكمة الإدارية، ومحكمة التواهي فقط قضايا الأحوال الشخصية لعدة مديريات. محكمة المنصورة أيضا بعض القضايا الأحوال الشخصية اللي تمس الحياة اليومية للمواطن، أما بقية القضايا من القضايا الجنائية، القضايا المدنية، القضايا التجارية، فهذا واقف بشكل تام. المشاكل الأساسية اللي يعاني منها القضاء، عدم عودة القضاء، هي مشاكل سهلة ممكن الحكومة أن تعالجها، ميزانية تشغيلية وتوفير مرافق حتى من الفنادق اللي قصفت، اللي ضربت جزاء منها لا زالت قادرة على العمل، ممكن تأهلها الحكومة وتشتغل المحاكم من جديد بكامل طاقتها وبكامل الخوف. الخوف من القضاء وأعضاء النيابة للعمل، العودة للعمل، الخوف الأمني هو هذا الهاجز اللي يسيطر على القضاء وأعضاء النيابة. لهم الحق أن شخص يشتغل وبالأخير يقتل أو يفجر أو سيارة مفخخة أو حزام ناسف أو تلغيم السيارات، لكن إذا لم نستغل لهذا الوطن يعني ما أعتقد أنه يعني نحن أحسن من الشهداء اللي سقطوا. مبادرة تطوعية، لا نستلم أي مبالغ أو من الأشخاص أو من أهالي السجناء أو المعتقلين، وليس لدينا تمويل، فقط نصرف من ما نجنيه من عرقنا. غير هكذا المشايخ والوجهاء يعني أعتقد أنه يمكن هم المعرقلين لأعمالنا، لأنه أصبح المتنفذين هم اللي يقومون بحبس الأشخاص المواطنين. فنحن حاليا لم نصطدم مع أشخاص، لكن الوضع السائد أنه الوجاهات والمشايخ هم اللي يقوموا لأنه يمتلكون القوة، هم يقوموا بالاعتقال. قد يكون هناك سجون سرية لهم في بلهم أو بمزارعهم أو في بيوتهم. بالنسبة لنا كفريق ما نحتاجه، نحتاج إلى أن يتكاتف معنا المواطن، أن يساعدنا، إضافة إلى أن التدريب، إضافة إلى تأطير الفريق بإطار منظم احترافي، بحيث أننا نقدر نستطيع أن نسبب أثر لمصلحة المعتقلين. حاجتنا الأساسية هو إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء من سجون عدن، هذه أهم احتياجاتنا، أن يتم إطلاق سراح المعتقلين. إذا لم يوجد معتقلين نحن إذا يعني وجودنا كفريق انتهى، لكن طالما وجود معتقلين مخفيين قصيرين نحن بنتواجد. أهم ما نطلبه التدريب والتأهيل لنا، بحيث أننا نعمل بشكل سليم على أسس وقواعد قانونية. طبعا مبادرتنا كانت مبادرة يعني من بنات أفكارنا، والعمل بشكل عام يعني بشكل طبيعي، لا 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 لا, لا يعني لا يوجد لدينا طريقة احترافية للعمل. الحماسة والمشاعر هي التي تدفعنا للعمل هذا، إضافة إلى أننا كقانونيين نحن هذه رسالتنا نأديها في هذا البلد.